خايف يتقبض عليهم او يتعرضوا للحد المكروه. انا رحت لسه راجع الاسبوع اللي فات. طب ممكن اقول حاجه حضرتك؟ يعني معلش انا يعني انا رحت اسرائيل وشفت كيف ان اسرائيل محترمه الفلسطينيين. يكفي وانت نازله في المطار بتلاقي اليافطه باللغه العربيه واللغه العبريه. هل توجد اي يافطه في مصر على اي مدخل طريق باللغه القبطيه واللغه العربيه؟ بالطبع لا. اما رحت اسرائيل وجدت ان جميع العاملين في فندق اسرائيلي عرب، ما لقيتهمش يهود. وبيتقاضى العامل اللي هو الجرسون بياخد 5000 دولار في الشهر. هل في اي فندق في مصر يمتلكه مصري مسلم هل بيسمح لان يعمل فيه اقباط؟ بالطبع لا وكلا والف لا. اذا اليهود مديين الحق للشعب الفلسطيني على عكس ما الحكومة المصرية مدية الحق، ما مدياش أي حقوق للشعب القبطي. وهعتبر، معلش يا مدام نادي، هعتبر إن إسرائيل رغم إن كلامي غلط طبقا لما ما فيش شعب في العالم خد أرضه بوعد من الله غير الشعب اليهودي. هعتبر إن إن إسرائيل فتحت فلسطين زي ما العرب فتحوا مصر. خلاص؟ أنا رجعت من إسرائيل يا مدام أقول يا ريت اللي فتح مصر كان اليهود مش العرب. من النظافة، من البوليس اللي موجود في الشارع أمام الكنائس، من الحرس اللي موجود على كنيسة القيامة، من الكاميرات اللي متعلقة في الشوارع علشان منع الجريمة. طب أين مصر من هذا؟ هل مصر فقيرة أو ما عندهاش قوات أمن كفاية إنها تحفظ الأمن في الشارع؟ وما فيش مانع تشتغل عميل لليهود. Thank you.
في حاجة أنت أثرتها دلوقتي اللي ما خدتش بالي لما الكلام حضرتك ده، لو حتى في واحد رخي يعني بدون علم الدولة بعد ما يرجع يقبضوا عليه وحطوه في السجن. حضرتك يا مدام، من 10 سنين كان جه الأستاذ رفعت من كاليفورنيا بيعمل فيلم تسجيلي عن مصر، فعن أباط مصر، فسأل انتوا ليه بتطلعوا المظاهرات؟ قمت انا رديت عليه وقلت له السبب هو حسني مبارك والحكومة المصرية. أم قال فسر لي، قلت له لو أن حسني مبارك عدل في الحكم وما أساءش للقباط هو والوزارة ورجالته، هنطلع المظاهرات نعمل إيه؟ بالعكس لما يجي واشنطن دي سي إحنا هنطلع نقابله وهنطلع نرحب بيه، لكن إذا كان هناك اضطهاد إحنا جوانا جوانا غل من اللي بيحصل فينا ومش قادرين نعمل حاجة. فاحنا لازم نعمل حاجه، لازم نعمل حاجه. وبمناسبه عمل حاجه، ما راي حضرتك في انشاء البرلمان القطري؟ تشوف حضرتك اي عمل قطري من اجل الانسان او قطري في مصر هو عمل انا احترمه، سواء كان البرلمان القطري، سواء كان هيئه عالميه للاحزاب، سواء كان مجموعة في أمريكا تعمل، فالكل يعمل من أجل هدف واحد يوصلنا ليه. اسمه يمكن ما لا أحبسه، لأن كلمة برلمان تنطبق على شيء له علاقة بالحكومة. نحن لا نطالب بدولة مستقلة، الأقباط لا يطالبون بدولة مستقلة، الأقباط يطالبون بأنهم يعيشوا مع المصريين المسلمين في سلام كما كان الوضع من سنوات بعيدة. طيب يا مدام ليلى، معلش حضرتك. نادية. يا مدام نادية أنا آسف. يعني معلش أنا آسف جدا في إن أنا أخطأت الاسم. لا مفيش حاجة. طيب إذا استحال هذا الأمل في أن تكون هناك مساواة في الحقوق بين الأقباط والمسلمين بسبب القائمين على الدولة، ما هو الحل الآخر؟ ما هو لازم يكون في حل. في حل. هل نطالب بقطع المعونات؟ أنا واحد من الناس بقول وبطالب وببعت، بصي مفيش معونات ويا رب الحكومات تسمع لي. انا واحد من معلش حضرتك انا هقول رايي، ما انا راجل عايز حلول. اصل انا بضطهد في واحد وعمال اقطع في جسمه بالسكينه كل يوم وعمال يصوت وانا اقول لا اديهم معونات. طب ما هو لما ما هو المصريين بيموتوا، النازحين بيموتوا سواء بمعونات او من غير، لما تتقطع المعونات يمكن المسلمين يقوموا على الحكومه مثلا 2 3 مليون، ما هم مش لاقيين ياكلوا. لا مش هيقوموا على الحكومه يا استاذ نبيل، لما المعركه بترجع هيقوموا على الهوت. لكن انا يمكن بتكلم من وجهه نظر ان انا ابويا وامي، انا بتكلم في اوائل ال 1900، الناس دي وقفت ضد الانجليز وطلعوا شاركوا مع سعد زغلول. فانا بتكلم من عيلة كلها ثورة. لكي نستطيع أن نحصل على احترامنا واحترام ذاتنا لابد أن نقف الند للند أمام الحكومة وأمام أي اضطهاد يسري على المسلمين في مصر. كلامي أنا بقوله ده ناس
كتير قوي، انت قاعده بره